حفلات التخرج دايماً بيستناها الأهل قبل الطالب، وده لأنهم بيكونوا حاسين إنهم خلاص قدموا رسالتهم. عشان كده كل أب وأم بيعبروا عن فرحتهم في اليوم ده بطريقة مختلفة، وده اللي حصل في الساعات الأخيرة لما فاجئ أب بنته خلال حفل تخرجها، لدرجة إن كتير من الناس علقوا على موقف الأب اللي أثار غضبهم. بس السؤال هنا هو إيه اللي حصل في حفلة التخرج؟ ويا ترى الأب قدم لبنته إيه في الحفلة؟ والبنت علقت وقالت إيه على موقف والدها؟ كل ده وأكتر هتعرفوا بس تابعنا في الفيديو ده. الساعات الأخيرة انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بيظهر فيه أب بيحتفل بتخرج بنته، لكن بطريقة مختلفة شوية. كتير من الناس استغربتها، ومش بس كده، دي كمان عبروا بتعليقاتهم عن غضبهم من تصرف الأب، وده عشان هدى بنته روب وطاقية مصنوعين من الفلوس. عشان كده البنت طلعت وردت على كلام اللي اتقال الساعات الأخيرة. بس يا ترى البنت ردت وقالت بحسب تصريحات نورة عادل صاحبة روب الفلوس لموقع العربية إنها كانت مبسوطة جدا بتصرف والدها بعد ما لبسها الروب والطاقية اللي اتعملوا من الفلوس من فئة ال 200 جنيه ووصلت قيمتهم 50,000 جنيه تقريبا. وقالت كمان إنها بعد ما شافت التعليقات السلبية على الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي فرحتها اتكسرت وزعلت جدا من تعليقات البعض عليها وعلى والدها. ولما اتسألت عن مصدر الفلوس اللي اتعمل منها الروب ردت وقالت إنها من ضمن فلوس جهازها، والدها فكر يفرحها اليوم ده وعمل الروب والطاقية منهم لحد ما الحفلة خلصت ورجع الفلوس تاني مكانها. بس ايه حكاية الفيديو ده؟ حسب قناة العربية الفيديو بيظهر فيه أب بيغطي بنته فئات من العملات النقدية أثناء حفلة تخرجها من كلية الآداب في سوهاج. وبعد ما انتشر الفيديو انهالت التعليقات بين مؤيد ومعارض، منهم جزء شاف موقف الأب ده محاولة لركوب الترند ولفت الأنظار ليه، أما الجزء التاني شاف إنه زيه زي أي أب من حقه يفرح ببنته بالطريقة اللي هو شايفها. مش ده الموقف الوحيد اللي أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وده عشان من فترة ظهر فيديو على الفيسبوك بين أب وبنته ووقتها انتشر بشكل واسع جدا. لكن إيه حكاية الفيديو ده؟ الأيام الأخيرة انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه بنت بتصور والدها وهو بيوصلها للجامعة. الجميل في الفيديو ده إنه ما ظهرش أي ملامح للأب، لكن مشاعره وصلت للناس كلها، وده لأن البنت صورت والدها وهي راكبة على عجلته البسيطة الساعة 6 الصبح عشان يوصلها للجامعة وهي رايحة الامتحان. وحسب آية صاحبة الفيديو لموقع الطريق إنها عملت كده عشان تفرح باباها بالفيديو ده، وما كانتش متوقعة حجم التفاعلات اللي كانت عليه وكم الدعوات لوالدها العظيم اللي بيحتوي بنته، ده كمان أطلقوا عليه وقتها سوبر بابا. وقالت كمان إن دايما والدها الداعم ليها في كل خطوة وهو نموذج للأب المكافح عشان خاطر ولاده. ودلوقتي قول لنا رأيك في تصرف الأب في حفلة التخرج.